الرقة 3/3/2013 تم غنم دبابة من العصابات الأسدية قام بغنمها المجاهدين المرابطين في منطقة السجن وسرية حفظ النظام. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذه الدبابة تم اغتنامها من سرية حفظ النظام والسجن المركزي في محافظة الرقة التي تقع شمال الرقة، وتم اقتحام هذا البناء من قبل الكتائب الإسلامية وكتائب الجيش الحر، ومنها جبهة النصرة وأحرار الشام والإيمان، بالإضافة لألوية ثوار الرقة. الله أكبر الله أكبر يا بشار الأسد. سبحان الله، هذه الغنائم التي تم غنمها من قبل الثوار سيدكون بها معاقلك في قصرك بإذن الله. إن شاء الله سنقوم بتسييرها اليوم باتجاه الفرقة. إن شاء الله بإذن الله.